هذه التحية والكلام. باشنا الكريم، هل نظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلقاء السلام؟ بمعنى من الذي يبدأ بإلقاء السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلأهمية السلام والأمر السلام وينفضل كل منهما ويمر الموقف ولا يسلم أحد على أحد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم